الكرة مقطوعة بعد التمريرة السيئة. باتريك تشيك، حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. ممكن هجمة مرتدة الآن، هذه هي فرصة هدف. ما زالت الفرصة أمامه. يا الله، مستحيلة هذه الكرة. الله على الهدف، على المهارة في التسجيل، على هدف استثنائي، مهارة استثنائية، لقطة فنية ولا أجمل في هذه اللحظات. اتابع الهدف من جديد، استمتع بالهدف الخيالي، هدف على طريقة رابونا الشهيرة. هذه تسديدة تحتاج لمهارة كبيرة وتدريبات مكثفة حتى تتمكن من تنفيذها. هدف مميز وفنيات غير عادية.